اول فقره معانا النهارده الحاجات اللي لازم نبطل نعملها في العزاء. العزاء بقى مناسبه اجتماعيه عشان كل واحد يتفشخر ويبين مكانته ويبين حجم العيله بتاعته ونسايبه شكلهم ايه. فبتبدا من بدايه يعني حجز مكان جامد جدا في وسط البلد بفلوس كتير قوي، ويحاولوا يعزموا كنا بنعزم في فرح ان مين هيجي العزاء ومين مش هيجي ومين مش عارفه ايه ومش عارفه منين من ايه ومن مكان ايه، عشان خاطر وجالي 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 في العزاء، كاننا جايين في العزاء كانه فرح جايين ننقط يعني، رغم ان احنا بجد قوي احنا جايين عشان نزعل على الراجل ده. من ضمن الحاجات اللي بتحصل برضه في العزاء بتبقى صعبه جدا الناس اللي بيعملوا العزاء في الشارع، بتلاقي الناس دول راحوا عاملين صوان رهيب وفراشه بقد كده، والكراسي لازم تبقى شكلها معين ولازم تبقى قطيفه وحمراء والمقر الفلاني، وكاننا بنطلب الحاجات دي يعني كاننا بنجيب لسته مثلا بتاعه فرح، اللي هو اصلا انتوا راجل لسه ميت، انتوا لحقتوا اصلا تخططوا الحاجات دي كلها امتى؟ صح. فتلاقي بقى كل الحاجات والورد. دي في تفكيرهم، والورد والقهوه والراجل اللي مش عارف الجرسون اللي ماشي وكل الحاجات دي اللي هو وسدوا الشارع وخلاص ما بقاش حد عارف يعدي ومحدش عارف يروح. طب ما انتوا يا جماعه ممكن بالفلوس دي كلها وبالحاجات دي كلها كنتوا اجرتوا دار مناسبات، بلاش مصممين تعملوا في الشارع علشان الناس اللي في الشارع، اعملوه بس على جنب، لا دول يخلوا الناس معديين في الشارع ما يعرفوش يعدوا ليه، اصل في ميت، وكان اجبار على الناس كلها تحزن على حزنهم. صح. كمان بقى لما بيبقى حتى لو انت عندك متوفي مثلا وعايز تعمل عزاء على الضيق في البيت، انت عارف ان ما عندكش ناس كتير هتيجي وعايز الدنيا تتلموا وعايز تحزن في هدوء، تلاقي حد من العيله كلمك قال لك لا ما ينفعش الناس هتاكل وشنا، انت لازم تعمل صوان كبير ولا تحجز قاعه كبيره زي ما قرايبك عملوا زي ما فلان الفلاني عمل، انت عايز الناس تقول ان والدك ولا والدتك ما كانش ليهم قيمه فتبص تلاقي انت حتى لو انت عايز تعمل حاجه على الضيق عشان تبقى بهدوء، وعلى فكره انت بتعمل حاجه على الضيق اللي بيجيلك هو بس اللي يهمه امرك وشأنك بجد. صح. واللي هو بس مهتم ليك بجد واللي حزين فعلا على الراجل اللي مات ده بجد، انت بتلاقي نفسك مضطر ان انت تحجز قاعه او تعمل صوان يكلفك مينيمم 5000 جنيه عشان تستقبل فيه ناس لا انت تهمهم ولا هم يهموك، لمجرد انه الشكل الاجتماعي العام بيفرض عليك كده، حاجه في منتهى السخافه. وهم مش حزنا من قلبهم، مش زعلانين عليك من قلبهم ولا فرق العزا، هم اصلا جايين وهم متضررين وفكره انه عشان بس ما يتقالش ان فلان ما جاش فجايين، وانت مضطره تقعدي تقومي وتبوسي كل خلق الله وانت سلي فيكي مكفيكي وتعملي واجب، يقول لك رايح اعمل واجب العزا، رايح اعمل الواجب وده في ناس رايح اخد ثواب. يعني هو رايح ياخد ثواب يقول لك عايزه في ثواب بس، فاللي هو وهو مش فارق معاه اصلا مين اللي توفى ولا ممكن يبقى عارف مين بالظبط. كمان الميكروفونات اللي بتتحط في الصوان او بتتحط في دار المناسبات بتاعه العزا جميل جدا ان هي بتبقى بتشغل ربع قران، شيء جميل جدا ان احنا نسمع القران زي ما بنسمعه في رمضان في الميكروفونات لما بتتبسم الجوامع لغايه ما المدفع يتضرب، برضو الناس القران بيعمل حاجه جميله كده وحاله نفسيه جميله. لكن ما يبقاش مثلا في خطبه وبعد الربع قران والميكروفون بدل ما يبقى الربع، لا تلاقي الشغال ربع وربع وربع قران، فتحس ان العزا مدته طويله جدا. فلو في طفل رايح المدرسه او لو في حد مريض جنب العزا يبقى مجبر ان هو يقعد يسمع لمده ساعه ونص او ساعتين الميكروفون شغال ومتولع على اخره. طب ما احنا ممكن نشغل الميكروفون بس نوطي الصوت شويه بحيث يبقى على قد الناس اللي في المكان. بالظبط. في كمان الميك اب الكتير الاوفر اللي مالي الوش ومكياج كيميكال، انا رايحه افرح يعني المفروض ان احنا بنلبس اللبس المناسب للمكان المناسب ونتمكش المكياج المناسب للمكان المناسب، فاحنا رايحين عزا لو وشنا مثلا تعبان شويه ممكن نحط شويه حاجات كده في الخدود تفتحه، العين فاطسه وتعبانه واللي رايحين نعزيه مش فارق معانا قوي ممكن نحط شويه كحل، لكن تحطي رموش وكحل وايلاينر وروج وروجاجو وتعملي شعرك وضوافرك محطوط فيها مانيكير احمر واكليرك، ولو الدور تبقي ضاربه نظاره الشمس اللي مش عارفه عامله ازاي والكعب ايه كل المكياج ده؟ هو انت رايحه تقهريهم ولا رايحه تعزيهم؟ مش قادره تشرحيهم ما تروحيش. رايحه تعمل واجب، يعني هي رايحه تعمل واجب العزاء، لكن مش رايحه لا تعيط ولا تزعل لان هو مش قريب منها قوي. طيب انت كده رايحه تستعرضي نفسك. وبعدين بدا يبقى في مباراه في العزاءات.
طبعًا. ان مين تيجي حاطه فول ميك اب احسن ومين ضوافرها الاكل. وبعدين نبدا بقى الحوارات بتاعه ضوافرك دي عاملاها فين، في العجوزه؟ لا انا عاملاها في بتاعه المهندسين. رحت عند فاديه ولا عند منى؟ لا منى. عملت لك بكام؟ تركيب الرموش ده ايه؟ الله بصي فلانه اللي قاعده نفخه وخدودها، لا نفخه بقها يا شيخه، بصي مش عارفه عامله مناخيرها صغرتها. بدا بقى الحوار في العزا، بدا ما نقعد لحظه صمت كده نعرف ان الشخص ده مات والدنيا قصيره والحياه رايحه رايحه، ويا ريت نقعد نتعظ ونسمعين ربع قران. لا رايحين نتفرج مين اتمكيجت ومين لابسه ومين عملت عمليه تجميل ومين احلى. فبقى مكان للنم ورغي مش مكان للعظه. تروحي تعملي واجب وتتعظي. تعالوا نسمع راي الناس في الشارع، رايهم ايه في الفقره دي، ونرجع تاني نكمل فقرتنا. ان احنا ندردش مع بعض ونقعد نضحك بصوت واطي علشان اللي قدامنا ده بيتاثر. ممكن الغمزه او البص في الموبايل او الضحك. سويت ولعت كتير ومواقف مضحكه اللي بتحصل ما بين الناس وهي قاعده في قلب العزاء. بحس ان شدي حيلك دي بتعصبني. ما يبقاش فيه فول ميك اب، اللبس يبقى كله اسود. باخد بالي قوي ان بيبقى فيه بنات كتير بتحط فول ميك اب، الكلام الكتير، اكسسوارز بتبقى كتيره قوي، وده ما ينفعش ان احنا نعمله واحنا رايحين عزاء. النميمه طول ما احنا قاعدين بقى، شوفي ده بيعمل ايه وده لابس ايه وده بيتكلم ايه. ما نبقاش اوفر، يعني ما نبقاش اوفر اكتنج في شكلنا او كده. الناس اللي تاخد جنب وتقعد تضحك وكده برضو يعني المفروض ما يعملوش كده، يبقى الموضوع واخدينه جد شويه. يعني احنا ما نقعدش نتكلم على الميت، يعني مش طول بقى احنا عايزين نجيب في سيرته من ساعه لما اتولد لحد لما مات. المفروض ان احنا نبطل ضحك كلام مع بعض في وسط عزاء. احنا رايحين عزاء يا جماعه، يعني نروح شعور الآخرين شوية. الجو منعش وجميل، كلنا لها عقبال عندكم جميعا. يا جدع امسك نفسك. مش قادر بجد، امسكها معايا. حضرتك جاي تعزى ولا جاي تهرج؟ انا جاي اهرج. اتقدم. معلش يا دكتور، يظهر تعب فجأة. زي ما احنا شفنا كده طبعا كل الحاجات اللي الناس قالتها، وفي مصيبة تانية كمان طالعة موضة جديدة، البنات اللي بتروح العزاء علشان تلقط عرسان. وانا والله العظيم مش منهم، انا اي نعم بدور على عرسان في كل حتة الا في العزاء، يعني بروح اقعد اعيط واندب حظي مع الناس، لكن في العزاء لا. فالبنات دلوقتي بدل ما تروح تقعد كده، بيبقى في طبعا مكان للسيدات وفي مكان للرجال، فاقعدي في المكان بتاع الستات. لو اللي عندها اهل المتوفي دي صاحبتك قريبتك مش عارفه، اقعدي طبطبي عليها، اقعدي تقري للمتوفي قران. لكن طالعه بره ليه واقفه عند المدخل بتاع عزا الرجال؟ يعني مستنيه يشوفوك ايه؟ ما انت جايه لابسه اسود ومهبب على العين، هيشوفوا فيك ايه؟ فاقعدي وبلاش كده. وضربه الفولك صح، ما احنا قلنا أيوة الخلطه، ما هو ده التركيبه كلها بتبقى كده، وبعدين تروح تقف بقى ناحيه الرجال في الاخر. في نهايه الفقره انا عندي سؤال، بجد كل حاجة فقدت معناها، المشاعر بالذات فقدت معناها، لا الحزن بقى حزن ولا الفرح بقى فرح، المادة والمظاهر سيطرت على كل حاجة حتى مشاعرنا. تعالوا نحاول نرجع شوية شوية حقيقيين زي زمان وطبيعيين زي زمان وبسطة زي زمان، عشان بجد احنا رايحين لحتة صعبة جدا جدا في المظاهر وفي المنظرة على بعض. نطلع فاصل ونرجع نكمل السنة. ورجعنا لكم تاني مع فقرة ايه اللي بيعجب الست في الراجل حسب سنه. الفقرة دي احنا هنقول فيها لكل راجل بيتفرج علينا، علشان بس الرجالة عشان يعرفوا ويتأكدوا ان احنا بنحبهم وان البرنامج ده رجالي ونسائي وليس سيداتي فقط، ويبسطوا ويفرحوا ويبقى عندهم كل حاجة احنا بنقولها جميلة. فازاي هنقول لك النهاردة في الفقرة دي ازاي تعرف تتأقلم مع كل ست، وايه اللي بيعجب كل ست في كل سن معين. ايه؟ اولا الست بتختلف في كل مرحلة عمرية. ست العشرين غير ست التلاتين غير خالص خالص ست الاربعين. وساعات بتلاقيها نفس الشخص، يعني انا كنت في العشرينات حاجة ودلوقتي بقيت حاجة تانية خالص في التفكير وفي الذوق وفي كل حاجة. ست العشرين بتحب الراجل الكيوت، الولد الكول، اللطيف، اللذيذ، المنظر، اللي تعرف تخرج معاه، تتفسح معاه، ترقص معاه، تتعايق بيه، اللي يجيب لها هدايا، دباديب وشوكولاته، يدلعها. ما انا كنت هقول دباديب. طب خلاص شلوها في المونتاج. دباديب وقلوب حمراء، وقلوب مكتوب عليها الحب الحقيقي، ايوه، بيعيش منها خرز، ايوه، ودباديب حمراء
وبلالين كده في الفالنتاين. ايوه. والقال ايه تفتح الباب إيه؟ تفاجئ فيه كرتونه كبيره بوكس كده وعليها شوكولاته فظيعه ومليانه جليتر بيوسخ الايد ومبهدل السن. ايوه. فتفتح الفيونكه. أيوة. تفتح الكرتونه. ايوه. تبص جوه الكرتونه تلاقيه هو طالع لها بيقول لها هابي نيو يير. يا الله. انت اجمل هديه عملتك. ورسايل تقول لا لا يا انتصار وجوابات ويجيب نفسه ويتصل كل نص ساعة ما دام بقى الجيران كله بقى يجيب حاجة ما هو معايا على طول الجيران كله بقى بس كان مسافر يسل كان يفاجئ لا لا هو بيطلع بالعلبة ده كان كده ماشي جواها الحركات بس هو بقى والعلبة شيلي بقى ودخلي على جوه وده مين اللي جايبه هو بقى وهو جوه العلبة وده مين اخوه اللي جايبه وكله خبط اخو شاله ده حوار بقى دي ده مشروع قوي ده جوز بقى عايز ازاي يبارك تكبر بقى الست شويه تنتقل مرحله العشرينات الى مرحله الثلاثينيات فتلاقي بالتالي 10 سنين يا جماعه مش شويه 10 ده في لحظه بتفرق في عمر شعوب ايش حال 10 سنين تبتدي بقى اهتماماتها تتغير وبتبص للراجل بطريقه تانية واحتياجاتها للراجل بتختلف بتدور بقى على راجل عنده شغل ومستقر وفي مركز مرموق ويقدر يصرف عليها يعني ما ينفعش تعرف واد كده ضايع صايع ملوش اي لازمه حتى لو هي معجبه بيه اول حاجه تقولها له بتشتغل ايه؟ اول ما يقول لها انا عاطل او ما بشتغلش او اصل المشروع على طول تلاقي 50% من اهتماماتها قلبته اول ما يقولها بشتغل وعندي وبحاول اعمل وبجهز والماجستير والدكتوراه تلاقيها فجاه كده بقت اسبهلت كده وشافته فجاه بقى توم كروز كبر في عينيها اللي هو ايه ده وتبتدي تشعلق بيه صح يعني الست في الثلاثينات بتبقى عايزه حد رزين ملوش علاقه خالص بتاع العشرينات خالص الطيش والجنان ده تنساه عايزه حد رزين مخطط عارف اهدافه طموح يعني هو محقق حاجات وفي نفس الوقت برضه مركز في اللي قدام يعني مش بس قاعد يحلم ويبني لي احلام ورديه وهروح واجيب واعمل ومفيش حاجه لا ماسك الطريق عامل. ماسك الطريق وماشي فيه ايوه فهي تيجي في منتصف الطريق الله ده في طريق في طريق انا هكمل لك مش هنقعد نحفر فاضيين لا ده التاني واقف مفترق الطرق راح يرتبط ده ولا التاني واقف قدام اربع طرق لسه مقررش حاجه لسه في العشرينات ده ما يعرفش تمشي فين فيه هي اللي في العشرينات اللي ممكن يبقى فحل عادي وجاي بقى يخطط على قفانا بقى ناقصين احنا ماشي يا شوشو في كمان الست اللي في الثلاثينات بتبقى عايزه الراجل المستقر ماديا اللي شكلكم عارفين بتتكلموا على ايه قواريب انتوا قلت لك يخطط على قفانا لا في حد يخطط. معين تفتكري؟ اوكي طيب بس ايه بقى افتكرت ايه بقى؟ افتكرت حاجه قاعده ايه حزقت قوي ايه بقى؟ بس افتكرت الموضوع ده بالذات خلص وخلاص بس ما اللي هو ايه؟ مش عارف والمصحف بيقول اي حاجه ولا عارفين حاجه قول شيماء كانت حكيه لي كده حاجه هزار يعني كله هزار يعني فبس فافتكرت ان انتصار قصدها على ده يعني على الحاجه اللي هي حكاها لي والله العظيم اعرفوا حاجه وكل حلقه يقعدوا مره تقول لك الراجل اللي بيروح لها الشيخ زي اي حاجه هو يعني اي تلقيح والسلام قال يعني هم عارفين وانا لسه ما بنتكلمش بعض احنا تلاقينا ما عندناش ارقام تليفونات بعض حاجه يعني مش قادره بعد كده بقى نخش على منطقه الاربعينات منطقه الاربعينات امراه الاربعينات غير العشرينات والثلاثينات بتدور على الراجل الحنين اللي ياخدها في حضنه ويدور عليها ويحتويها ويكون لطيف معاها. لا انا مش اربعينات. انت اقل فوق انت صح انت فوق هي دي اربعين لا انت فوق الاربعين. مش اربعينات. انت اربعينات هتحوري. والله لا انت ثلاثينات. يا جماعه ماشي. يا جماعه انا 65 زي ما الناس قالت. ايوه. ماشي اوكي خلاص ريحتنا. اتفضلي كلمي على الاربعينات اللي انت لا تفقهي فيها شيء. الست كمان وهي في الاربعينات بتبقى ما بتدورش الراجل ده كان متجوز قبل كده ولا مش متجوز قبل كده عكس البنت اللي في العشرينات وفي الثلاثينات بتبقى عايزه واحد ما دخلش دنيا زيها على اول هما الاثنين يبتدوا حياتهم سوا لكن في الاربعينات دي اكيد طبعا
اتجوزت قبل كده والحياه يعني خلاص. وحتى لو ما اتجوزتش بتبقى فرصها ضاعت في فكره ان هتتجوز واحد اول بخته. بالظبط، فبتبقى خلاص ما فيش قدامها غير حد متجوز، فمش مهم كان متجوز، مش مهم مراته ماتت، مش مهم، المهم ان هو موجود. بس بتدور على حاجه مهمه جدا بقى في كل الحاجات اللي مش مهمه دي، في حاجه مهمه لازم بتدور عليها اللي هي الحنيه، انه لازم جدا الراجل ده يبقى حنان عليه، لان هي بتبقى اساسا اتبهدلت في حياتها كتير. لو كانت متجوزه قبل كده وانفصلت فده بيبقى بالنسبه لها مرحله صعبه، لو كانت ما اتجوزتش فهي عانت من المجتمع كتير فمحتاجه حد يطبطب عليها. فالست بيبقى فارق معاها جدا الحنيه، فخليك حنان معاها لو هي فوق الاربعين. لا بس انا برضو بعترض على حته، يعني الست اللي عندها اربعين فيما فوق مش شرط انها توافق دايما انها تكون زوجه تانية. في ستات كتير قوي في الاربعينات جسمهم كويس، شكلهم كويس، محافظين على شبابهم، زي متحق. لا مش زي الاربعينات هدي زي القمر دائما وستظل. مش عايزه انت لجوشه في المنطقه دي. ها لا لجوشه في المنطقه دي. لا بالعكس، لا لا بالعكس، لا بالعكس. هدي محافظه على جسمها وعلى رشاقتها. لا لا، انا في الاربعينات وعلى صحتها. وبتفكرني بجمال ليلى فوزي. فاكره ليلى فوزي فضلت لغايه ما عندها كام سنه؟ الثانيه يا عيني نسيت. اول ما قلت لها ليلى فوزي ركزي. ايوه بس انا مش في الاربعينات على فكره، انا في الثلاثينات. متأكدة؟ أيوة. أو أجيب لك بطاقتي الشخصية؟ يلا أنا نفسي. طيب. إحنا حتى نعمل كده على إيزي على إيزي. يلا 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 ماشي خلاص، استنونا قريبا مع البطايق. بس مش هنبين الصور عشان لا 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 البطاقة بالصورة تبقى حاجتها ما يقولش عشان بقى هي مش سن ومش سن يا خلق. حق ربنا. أصل أنا مش في الأربعينات فأنا هتضايق ليه؟ ولو في حد في الأربعين في الأربعينات وبيتضايق ممكن يتضايق من شيماء لما تقول أنتوا في الأربعينات ومش أنا. بس أنا مش في الأربعينات، فليه هتضايق من شيماء لما تقول بالنسبة للناس اللي في الأربعينات؟ أنا ما بتضايقش شيماء تعلق على السن أو تقول أنا صغنونة أنا كتكوتة، لأن خلاص أنا اتعودت على أسلوبها. خلاص هستنى الشهر الجاي عشان أكون جددتها. 15 وعادي بالبطاقه ماشي. لا في ست كتير في الاربعينات بيكونوا شكلهم كويس، محافظين على نفسهم، محافظين على جسمهم، متحققين شخصيا، ناجحين في شغلهم، ما يقبلوش ابدا يكونوا زوجه تانية. لان انك تقبلي انك تكوني زوجه تانية عموما انا ده في رايي مبدا، يا اما انت بتقبليه من الاول يا اما بتقبليهوش من الاول. انا معاك. بنعيش قوي كده بس عشان خاطر ساعات امرأة الأربعين دي بتبقى مش فاهم 41، ساعات بتبقى 49، عارفة إنها تبقى 50، فما عندهاش مانع إنها تاخد واحد مطلق عدة لا مرات. لا مطلق واحد أرمل. ماشي أنا بتكلم على الزوجة. وعنده عيال. أنا بتكلم على الزوجة. وعنده عيال كمان. لا. يعني واحد عنده 5 6 عيال تقول لك وماله. أنا مش معترض على ده. أو تبقى زوجة تانية. يمكن بقى. لأن ما بيبقاش عندها يعني ما عندهاش مثلا إمكانية إنها تستنى واحد يجي لها أول بخته. أو محتاجة راجل يصرف عليها. او محتاجه مكان تقعد فيه. بس الست اللي محققه نفسها وناجحه ومستقله عموما ما بتقبلش تبقى زوجتها. اقول لك بتبقى ناجحه ومستقله وساعات بتبقى محتاجه ونيس او حد يتفاهم معاه او حد تحبه. تمام. فساعتها بتقبل انها تبقى زوجه ثانيه. الخمسينات بقى الست بتبقى دايما بتدور على حد اصغر منها علشان تحس انها بتتصاب بيه، او هو بيعوض لها العمر اللي ضاع وانهدر يا ولدي. فدايما بتحب ان هي تتجوز حد اصغر عشان يحسسها ان هي بيبي ويبقى لسه عنده المرح والجو ده فياخدها ويسحبها معاه. تاخد من شبابه يعني. بالظبط، تاخد من طاقته، تنص دمه زي مصاص الدماء والخفاش. فحاول ما تتجوزش واحده عندها 50 سنه يلي انت لسه صغنن. هو طبعا كل اللي احنا بنتكلم فيه دوت في العشرينات، ثلاثينات، اربعينات، خمسينات والستينات بنتكلم على المرأة اللي بتبحث عن رجل، لكن ممكن تلاقي في اللي احنا بنتكلم او معظم الستات بتبقى مكفية على عيالها وعايزة تربيهم، اترملت بدري فعندها 3 عيال تقول لك بلاش اجيب جوز امي يبهدلهم، اتطلقت فتقول لك يا عم وانا هاخد ايه من الجواز ما انا اتبسطت لي 10 سنين، او طلع عيني 10 سنين اربي عيالي واطلعهم، وبتسبل موضوع الجواز ده خالص ما تهتمش بيه. فاللي احنا بنتكلم فيهم دول اللي هم الستات اللي لسه عايزين يرتبطوا وهم في الاربعينات او الخمسينات او الستينات. صح. والعشرينات والثلاثينات، لكن ما بنتكلمش على الامهات اللي هم زادوا فكره الزواج. اكلمكم بسرعه على محات السنات ولا اقول لكم؟ لا خليها في فقره ثانيه لوحدها. خلصت فقرتنا، استنونا في الفقره اللي جايه. ورجعنا لكم ثاني فقره جميله، فقره السوشيال ميديا. ويلا بينا نتفرج على اول
صورة. تعدد الزوجات يطيل عمر الرجل 12 ايه في المية ولا مرة؟ 12% الله 12% يلا يا رجالة. بصوا بقى يا جماعة يعني بصراحة واحنا يعني مش فارق معانا ان عمرهم يطول. هو ده خبر، هو العمر ده بإيد ربنا اساسا. هو خبر تتجوز واحدة وتتكل على الله على البركة، لكن تتجوز اكتر من كده تبقى من عمرك. هو خبر يعني مش حاجة مؤكدة، يعني مش ليه مدلول علمي بس دراسة بريطانية هي فوق. انا عندي مكتوبة هنا خبر. هي دراسة بريطانية، دراسة بريطانية مكتوبة فوق. دراسة بريطانية بتقول ان تعدد الزوجات للرجل يطيل عمره 12%. اكيد ده في بريطانيا مش عندنا. اكيد هم بريطانيا عندهم تعدد زوجات مثلا، هم اساسا اساسا هم ليه يعملوا دراسة زي دي؟ هم اللي ماسكين في حكاية الزوجة الواحدة، ولو فكرت ان هو يتجوز تاني لازم يطلقها. ما هو احنا عندنا هنا في مصر يتجوز مرتين وثلاثة على مدار عمره، مش اتنين وثلاثة على بعض. لا بص، هو الدراسة دي لو اتعملت هنا عندنا في مصر هيبقى الخبر المنشط الصحيح، هيبقى تعدد الزوجات في مصر يقصف عمر الرجل ويقصف جيبه ويقصف امواله وما يبقاش حيلته حاجه. على فكره هم قصدهم على تعدد الزوجات في نفس الوقت يا جماعه مش ورا بعض. ما انا قصدي كده في نفس الوقت. ما انا قصدي في نفس الوقت. هي قصدها على ورا بعض. اصل ده دراسه بريطانيه وما عندهمش تعدد زوجات. ما هم حاشرين نفسهم في حياتنا مش فاهمه ليه. And we ignore our others, happy plans, the delicate look upon your face. Our bodies moved and hard, hurting parts of your garden with no room for a pardon. In a place where no one knows what we have done. هنا بقى في مصر تلاقيها بس لو جت شويه ميه على وشه يا حبيبي الواد برضه بتكتب منطقه الخلفه. فيها ايه؟ منطقه الخلفه ياخد برد. ده علمي. سيب الام ممكن دي معلومات عاليه. قاريه في العلم مش هتعرفي، بس مش هترجعيش تقولي عليا ان انا ما بقراش. يعني شفتي ان انا مش اكتر واحده مثقفه فينا وقاريه ومطلعه يعني وبتعرف تضيف للفقرات. انتصار. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع للفقره اللي بعد. ورجعنا لكم تاني وفقره الضيف. فقره الضيف دي انا بحبها قوي 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 قوي، ومبسوطه النهارده ان احنا معانا زميل ممثل، وانا بتبسط جدا انتوا عارفين لما بنعزم زميل ممثل او منتج، فبتبسط قوي بما ان ده كان عزيزي، بس المنتج ساعات بيبقى اكثر تاثيرا. مخرج برضه دي اختياراته. فبنفرح قوي لما فيها مخرج منتج زميل، لكن كل الحاجات التانيه ما بنبقاش مبسوطين قوي لان يعني بقى. فالنهارده معانا زميل، الزميل بتاعنا يعتبر مثال للموديل، وهو شاطر جدا ومجتهد جدا وعنده حاجات خاصه كده بيعملها في حياته مريحه له دماغه. نتقابل معاه ونسيبه هو يعبر عن نفسه. معانا الفنان عمرو المهدي. اتصلت عليكم؟ لا ما تاخرتش والله، جيت في الميعاد. ازيك يا عمرو؟ ازيكم عاملين ايه؟ الاهل حديد. ليه بس؟ حديد. حديد طبعا. انت كلك لعب حديد في حديد وجيم في جيم ورياضه في رياضه وايه؟ لا والله يا انصار، هو طبعا الاول انا بحييكم ان انتوا استضفتوني النهارده، انا فعلا مبسوط. البرنامج ناجح ودمه خفيف. الرياضه المفروض تبقى زيها زي اي حاجه الواحد بيعملها في اليوم. يعني انا يعني من زمان بحاول دايما اطلع ساعتين، يعني اليوم بتاعي بعتبره ان هو مثلا 22 ساعه. يعني الساعتين دول بره اليوم خالص، زي برضه عدد ساعات النوم ده مهم قوي. يعني برضه اخرجهم بره حسابات اليوم. يعني النهارده مثلا لو انت عندك ميعاد او عندك شغل تقولي مثلا انا فاضيه لكم 14 ساعه. دول اللي تشتغلي فيهم، تاكلي فيهم، تعملي فيهم اي حاجه تانية. في 6-7 ساعات نوم، وفي برضه حاجه للرياضه عشان تقدري تعملي وعارف تعمل كده في الشغل بتاعنا ده؟ ساعات الشغل بصراحة الدنيا بتتلخبط شوية. طبعا للأسف. ساعات الشغل الدنيا بتتلخبط، بس لما بتبقي محافظة على ده. يعني هقول لك حاجة، لو بس يومين في الأسبوع اللي هم مثلا الجمعة والسبت ورا بعض وخطفتي لك يوم في وسط الأسبوع، يبقى أنت بتلعبي رياضة 3 أيام في الأسبوع وده كويس جدا. والحركة في الشغل برضه مهمة.
فالحاجات دي يعني من الاساسيات الحمد لله اللي انا يعني حاططها في حياتي بتفوقني. بس انت بدات موديلينج في الاول صح؟ وطبعا هو نعم الموديل يعني ما شاء الله طول بعرض ابتديت انا وشيماء ابتدينا بس شيماء انا بدات موديل اعلانات السمنه والزيت شيماء يعني دي كانت النتيجه شيماء سابت الاعلانات سبت الاعلانات سابت المودل سابت الكاتالوج في فتره من الفترات كنت موديل مهم جدا في مصر لان احنا فعلا بنفتقد الشكل ده وبعدين سبت الموديلنج واتجهت للتمثيل انت كنت عايز كده ولا بص انا لما اشتغلت موديل يعني على الكات ووك وانا كنت بالصدفه كنت ماشي في الشارع في حد قال لي تعالى انت عندك يعني مواصفات تبقى موديل وقال لي احنا بنعمل قلت له بس انا ما كنتش فاهم حاجه خالص كان عندك كم سنه انا اصلا ساعتها؟ شبراوي فكانت كل ثقافتي عن الكوره كنت قد ايه ساعتها عندك كم سنه ليه ساعتها مش هقول من كام سنه ساعتها من 10 سنين ساعتها فعلا فما يعني ما كنتش اعرف اصلا ان كان في موديلنج في مصر فقال لي هم بيعملوا يعني بروفات في الاوتيل الفلاني تعال بس يعني اتفرج واتمرن معاهم خد بس الخبره بتاعتهم وابتدت من هنا لكن في الاعلانات كان وانا في شبرا كان في واحد ورا البيت عندي عنده استوديو صغير كده قلت له انا عايز اعمل صوره عشان صوره حلوه عشان اروح اشتغل في الاعلانات قال لي طب ايه قلت له ما اعرفش طلع لي بقى بص بقى صورت الصور وفعلا والله ورحت واخد الاتوبيس ورحت نازل في ميدان الجيزه واتمشيت انا رحت لحد المكتب القديم بتاع الشركه اللي كان في شارع مراد الفيلا القديمه اوكي وخبطت على الباب الساعه 5 فقلت لهم قال لي فتح لي شركتنا هنا بتاعت طارق نور ايوه بالظبط ده احنا يعني انت مننا وعلينا انا هعمل معاكم بلاش عيد تمام فبعدين فعلا كان في حد مهم جدا في شركه ساعتها شغال اسمه نبيل صادق كان هو مروح قال لي انت عايز ايه يا حبيبي قلت له انا بس معايا صور وعايز اشتغل في الاعلانات لا اشتغل في الاعلانات قلت له اشتغل في الاعلانات بس فنده على واحد قال له يا سعيد انت خلصت الكاستنج وبتاع قال له قال له طب معلش يعني خده يعمل كاميرا تيست فعملت فعلا كاميرا تيست وبكلموها بعديها بشهر وابتديت يعني في موضوع الاعلانات يمكن 80% من الاعلانات اللي انا عملت اعلانات كتير فعلا مع طارق نور كتير هي كده القاهره والناس يعني انا كان ليا فقره في رمضان كان ليا فقره في رمضان كان ساعتها في فوازير كان ليا فقره في رمضان من بعد الفطار للفوازير طبعا سبع اعلانات اعلاناتك والله طبعا ما ينفعش اقول اسماء بس حاجات من كانت علامات قوي يعني انت ركزت الفترة دي انك واكل السوق في الاعلانات لا كنت يعني كان في كده كذا حد لا بس قول لنا مثلا اقوى اعلان كان ايه قول عادي يا سامي كنت عامل اعلان اسمه زبدو القديم كنت عامل في صعيدي كان بيتع زبده بده بده بص هو كان زمان الموضه الحواجز ايوه يعني الناس كانت زمان الاعلانات فاهم قصدي ازاي واللي كانت مشكله ما بتيجي تمثلي بعد كده بتبقى جايبهم اوفر بقى فالتكشير يعني فاهمان جايه من الاوفر جايه بقى في ناس بتكمل اوفر انك عندك عندك 30 ثانيه بقى عايزه تعمل كل حاجه فالزعلان يبقى زعلان المرعوب مرعوب يعني فما تيجي تمثلي بعد كده يبقى عندك مشكله بتتعب بالراحه حبيبي ازعل على مهلك بالظبط فهي دي كانت طب عايزه اسال عمرو مهدي مين اقرب صديق ليك في الوسط يعني مين شلتك مين صحابك عشان حاسه ان انت ايه دايما جوه الشغل وبره الشغل والله يعني والله عمرو يختفي فجاه عمرو بيشتغل والله كلهم اصحابي فعلا لا مين بتحب دايما تخرج معاه تروح الجيم معاه لا بخرجش يعني بس يعني بيتوتي بحب اقعد في البيت بصراحه زي يعني بحب اقعد في البيت كده يعني كل ما الاحتكاك كل ما بقى الاحتكاك بالناس اعصابي بتهدى والله كنت بسبل لعمرو مهدي كنت بسبله عشان هو طيب انا عامه بسبل لكل الضيوف دي قاعده عامه يعني ما احنا ملتزمين بيها بحاول ان انا اعكسهم واحسسهم يعني ان في انبساط وانا احسس نفسي ان في انبساط بس هو طيب بزياده عن اللزوم يعني ف بس هو كده كده متجوز يعني والناس عارفين ان ده هزار انا كنت لسه بحكي لهم بحكي للبنات ان بيقولوا لي ازاي يعني عمرو مهدي امور كده ومحافظ على نفسه كده ومحافظ على جسمه قلت لهم هو عامل نفسه كتالوج خاص بيه عايش بيه يعني حاطط فيه 1 2 3 فانا عارفه ان من ضمنه رياضه فانت قول الكتالوج بتاعك عشان هي قالت لي ان انت
ما بتخليش حد يزعلك، وانا محتاجه اعرف الحاجات دي عشان تفيدني. انا ما بطيقش حد الايام اللي خليه يقول كده. ما انا بقوله عشان يقول ادهولها كله على بعض. بص لو عشتي انت وديه ده حاجه اديها السته. والله اكتر حاجه ممكن تضايقني ان واحد يبقى شايف حواليه ناس نكديين بصراحه. صاحب بقى بتاع، انا من نوع كمان بشيل الهم. يعني مثلا ممكن واحد صاحبي يحكي لي على مشكله، اكون انا عندي مشاكل كتير او اروح مركز معاه هو، وافضل اشوف مثلا طب هحل ازاي، طب هعمل ازاي، طب هتصرف ازاي. فده بيعيشني في حاله معينه. وبعدين اكتشفت في الاخر ان انت ساعات بتتضايقي على ناس هم نفسهم مش متضايقين على نفسهم. يعني بيبقى انت مضايقتك عليهم اكتر بكتير. فواقع المشكله، يعني عايز اقول لك حاجه، انت لنفسك لما بيجي لك مشكله انتصار مثلا بعد الشر عن يعني عن اي حد، بس مصيبتك دايما بيبقى معاها عارفه زي ما تقول صبر من ربنا. طبعا لان انت صاحبه المشكله، ربنا هو لطيف كده. لكن لما بيبقى حد مشكله حد فعلا ممكن تشيل الهم، لانك انت بتتعاملي معاها من غير اللطف ده بقى. فلو انت فعلا بتحبي حد او انت موجوده مكانه، تبقى عايشه نفس حالته بس من غير ما بتبقي معاكي صبر او معاكي تبقي شويه في حاله. فانا بحاول ابعد على قد ما اقدر، يعني اللي بلاقيه ما بحبش الناس اللي دايما بيشتكوا. ببعد عنهم، الشكايين دول ما بحبهمش. وبعدين ما بحبش برضو السهر كتير بصراحه. يعني موضوع النوم ده، يعني انا الحاجه الوحيده اللي بتسهرني هي الشغل. لو عندي اوردر متاخر او حاجه، لكن غير كده لازم 4 ساعات بالليل دول مهمين جدا. من كام لكام بقى تفتكر احسن 4 ساعات؟ والله من 10 بالليل، من 10 ل2، من 11 ل 3. ونصحى بقى 2 نلبس وننزل نصحى، مش مشكله. مش مشكله، بس تنامي في الليل، لازم تنامي في الليل 4 ساعات، ودي حاجه مهمه جدا. بس انا عايزه اعرف حاجه بقى. اتفضلي. انت يعني اتجوزت بعد سن ال 30، كانوا قبل كده بيقولوا لك بقى ان انت عانس، ولا كانوا بيقولوا لك ايه، ولا هي البنات بس؟ لا، قبل سن ال 30 ما كنتش محتاجه اتجوز. يعني قبل ال 30 واحد المفروض ما يتجوزش. ما كنتش فاضي. ما كنتش فاضي. قول ايه؟ قول تاني كده. قول. لا، قبل سن ال 30. قبل ال 30 واحد ما يتقالوش كمان عانس. لا، الراجل ما يتقالوش عانس طبعا. ولا الست، يعني هو ايه والست زي الولد. عمرك شفت؟ طبعا انا عايز اقول لك حاجه. انا اقول لك حاجه بسيطه جدا، اي راجل عنده 80 سنه ممكن يتجوز عنده 80 سنه. انت تقدر تتجوز عندك كام سنه؟ لا. تخيلي. لقد وقعنا في الفخ. لا، في الراجل اتجوز عنده 80 سنه، الست ما اعتقدش. طب الست يقولها عنس بعد ال 60؟ ما اعتقدش الست ممكن تتجوز. طب ماشي، الست يقولها عنس وهي عندها كام سنه؟ والله الست بتعنس في دماغها قبل ما تعنس في اي حاجه. حلو قوي الكلام ده. يعني الله عليك. يعني عايز اقول لك حاجه. والله يعني عايز اقول لك حاجه، يعني انت النهارده ممكن تعرفي واحده عندها 18 سنه بومه، وقديمه قوي بقى. بومه قديمه قديمه. يعني انا في حاجتين بكرههم بقى في الست: الشراب الصوف في الشتاء، اقسم بالله، ولازم الاستك بتاعه يكون بايظ. يعني حتى مش تلبس استك كده، لا لازم يكون ايه، لان هو ده بتاع البيت. بكره على الشراب الصوف. طب وايه الحاجات الثانيه اللي ايه في الست بتكرهها؟ انت قلت بكره في الست حاجتين. الجو الدافى اللي بزياده ده. اللبس بقى، يعني الاجانب غيرنا شويه. انا اجانب في البيت مصيفين صيف شتاء. احنا الشتاء يخش. احنا عندنا واحده اجنبي. حظك النهارده اول يوم تلبس زمانها بدلوقتي. الله الله الله. طب انت هتقول لهم القعده عليها؟ طب عملت ايه الست ده طول الوقت يا حبيبتي؟ حد مقطع لها هدومها تقريبا، في فار لابس في الدولاب بياكل على طول، الذراعات باينه على طول كده اول يوم. والله يا ريت الفار يبقى موجود في كل بيت. طب انت مش عارفه ليه انا حاسه ان كانت تتجوز واحده جسمها حلو، يعني واحده رياضيه زيك، ولا ليها علاقه والله. ايوه كده. طب لو جوزت واحده مقلوزه زي شيماء تعمل فيها ايه؟ يا ريت. ايه المشكله؟ والله ما تاخدها معاك الجيم. بص عايز اقول لك، لا هتاخدها الجيم. ما انا هقول لك ليه. بس اولا يا دي مش اول حاجه بتبص فيها عند الست جسمها. استني يا بنت سما يرد. عايز اقول لك اسهل حاجه في الدنيا. اسهل حاجه في الدنيا والله بكلمك بجد، انك تغيري شكل جسمك، لكن عمرك ما هتغيري اخلاقك والله. حلو والله. او طباعك. لقد احسنت عميق. لا بكلمك يعني عميق. يعني عايز يعني اصل انا في الرياضه وفاهم انا بقول لك ايه. دي حاجه سهله، هي كل المشكله انا لو عايزه. يعني الفرق بين اي واحد جسمه مش متظبط او واحد جسمه متظبط، هو عايز ولا مش عايز؟ اراده ولا لا اراده؟ عنده اراده وما عندوش اراده. هو ممكن يبقى عنده اراده في حاجه ثانيه، يعني في ناس بتحب شغلها قوي، فموضوع اروح اهبل انا في الجيم يا عم، انا ايه الموضوع؟ فاهم؟ انا بالنسبه لي اوكي، كان الموضوع اصبح اكل عيشي شويه. يعني انا كنت في شبرا، كنت زمان بروح احسن ناس.
في حته في الساحل مركز في مركز شباب الساحل. اه طبعا فكنت انا شبروي. اه كنت متضايق انا من رفعي قوي. فجي راجل قال لي مدرب قديم كنت عصعوز كده قوي وطويل كده نافوره يا تمام حبي. والله وكان ليا في كل مدرسه اروحها اسم بيسموك اسم. لا مفيش داعي بقى طبعا خلاص عايزه اعرف اه لا فلان نخلة. كنت بلعب كورة أنا كويس زمان وأنا صغير. لا كل الكلام ده لا نخلة ما كانتش. لا أصعب تمام. المهم كان بروح أنا يعني مشهور جدا في شبرا كنت بلعب في مدارس كتير جدا كنت يعني كنت بحب الكورة قوي فكنت بلعب في منتخبات المدارس كلها فكنت أخش المدرسة أتشتم بالاسم ده على طول أي اسم كل ما المهم يعني فروحت راجل زمان فأنا بقول له والله يعني ظروف كده ومتضايق وبتاع قال لي بص لو جات لك أي فلوس اوعى تجيب علبة سجاير اوعى مش عارف ايه الكلام ده كله سيبك من اللبس ده خالص اصرفها على جسمك وفاكر في قال لي كده بالظبط مش التيشيرت حتى قال لي الفانيلا ام 5 جنيه هبان عليك ب 50 جنيه صح فقال لي هو ده اللي تركز فيه وكانت نصيحه فعلا يعني كانت فعلا نصيحه وعشت بيها طبعا عشت بيها هي خلتني اشتغلت موديل وخلتني اشتغل في المودلينج بعد كده وفي الاعلانات وخليتني اشتغل بعد كده برضو في التمثيل برضو دخلت من سكه التيب ده برضو واستمتعنا جدا بوجودنا النهارده مع عمرو مهدي بادبه واخلاقه وهدوءه وعشقه للرياضه وبندعي ربنا يوفقه احسن واحسن واحسن وبكده نكون وصلنا نهايه حلقتنا النهارده من برنامج نفسنا والحمد لله ما عرفناش نسيطر على عمرو نخليه نفس لان هو اللي اصابنا بحالة من الريلاكس والهدوء والزهد في الحياة وإلى هنا تنتهي حلقتنا وإلى حلقة أخرى من برنامج نفسنا.